عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة اليوم عن معنى آية كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. دي كان الله سبحانه وتعالى بيذكر صحابة كرام قبل الإسلام أنهم كانوا كفرة كلهم، منهم كان بيعبدوا الأصنام ومنهم من قتل إلى آخره إلى آخره، علشان لكي لا يستعلوا على حديث الإيمان. أنا في يوم من الأيام كنت مع عائلة حبيبة إلى قلبي، وأردت أن أنا أوصلهم لبيتهم، وبيتهم كان في منطقة متواضعة، والعائلة ممتازة جميلة جدا، أخلاق ودين وعلم كل شيء. لكن صدرت مني هفوة غبية، أو هفوة كان مفروض ما تصدرش خالص على الإطلاق مهما كان قدرك وقيمتك في المجتمع، وهي أنني قلت لأم أو ربة العائلة كلمة يعني أعتقد أنها جرحتها، يعني عن الجيران وعن الناس وعن الأهل وعن هو يعني حواليها، يعني وكأنني بهنها وهين زوجها، زوجها كان صديق عزيز عليها. شعرت بغصة بعد ذلك، ولما رجعت إلى البيت طبعا زوجتي وأولادي قرعوني تقريع شديد جدا لدرجة التجريم يعني، وإزاي ومش إزاي، فما بقتش عارف أعمل إيه، لأني أخطأت في التعبير، أخطأت في أني جرحت ناس إلى آخره. فاتصلت بالعائلة اللي كانت لطيفة وجميلة، بالزوجة وبالأخ عشان أعتذر لهم، ولكن حتى مع الاعتذار ما زالت الغصة هذه في قلبي وأنا أتحدث إليكم اليوم. كيف أقول كلمة هي قد تودي بي إلى حافة الهوية؟ يعني وده معنى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمعاد إن ما حصاد الألسنة هو الذي يهلك الناس. فأنا يعني بعد حوالي 20 سنة من هذه المقولة أتذكرها وأنب نفسي استغفارا لله سبحانه وتعالى على أن يغفر لي هذه الزلة الكلامية التي إن شاء الله العائلة نسيتها لكن أنا لم أنساها. جزاكم الله خير، فلا توقعوا وفلا تقعوا فيما وقعت فيه من قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.